مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من مؤشر النيل حيث نتابع ونحلل اداء البورصه المصريه. اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع سجلت مؤشرات البورصه ارتفاعات جماعيه، اسباب هذا الارتفاع وتحليله بالتفصيل سيكون بالطبع مع ضيف الحلقه، لكن في البدايه ساستعرض مع حضراتكم بالارقام اداء البورصه اليوم. اليوم ارتفع مؤشر رئيسي للبورصه اتش اكس 30 بنسبه 1.13% ليبلغ مستوى 13918.84 نقطه، وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 76%، منيا التعاملات عند مستوى 1395.11 نقطه. وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 30 كابدا الجديد بنسبه 1.53%، منيا التعاملات عند مستوى 16099.11 نقطه. ونتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق. تصدر هذه القائمة قطاع العقارات، كان هو الأنشط وتصدر بنسبة 19.9%، تلاه موارد أساسية بنسبة 17.31%، وجاء ثالثا قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 15.45%، وجاء رابعا قطاع البنوك بنسبة 15.19%، وذلك أيضا بنسبة 10.31%. وبالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء، استحوذوا على نسبة 87.8%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع، واستحوذوا على نسبة 9.7%، واتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا، واستحوذوا على نسبة 3.13% من تعاملات السوق. وما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق، حيث مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء وحصلوا على نسبة 22.62%، واتجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت على نسبة 77.37%. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية الغذائية بنسبة 23.8%، ثم سهم المصرية للاتصالات بنسبة 9.98%، حل ثالثا سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 9.92%، وحل رابعا سهم رايا القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.33%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.5%، تلاه سهم إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 3.45%، وحل ثالثا سهم النيل الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.28%، وجاء رابعا سهم أسمنت سيناء بنسبة 3.8%. مشاهدين، هذا وقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 8.3 مليار جنيه، ليصل إلى 718.14 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه. التفاصيل في التقرير، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيف الحلقة خبير أسواق المال الأستاذ سعيد الفقي. أهلا بك يا أستاذ سعيد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني اسمح لنا نشاهد التقرير ثم نعود لبدء الحوار مع حضرتك. مشاهدينا إلى التقرير. واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات والصناديق العربية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 8.3 مليار جنيه ليصل إلى 708.14 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه. عايزين قطاع العقارات النهارده وقطاع البنوك كان مستحوذ على السوق النهارده، كان فيه ارتفاعات. قطاع الرعاية والصحة الأدوية كان فيه انخفاض النهارده. إجمالي الجلسة يعتبر جلسة جيدة، لأن طبعا إحنا متداول النهارده بنتكلم 805 مليون، يعتبر احنا متداول جيدة جدا، بقى لنا فترة ما بنشوفش الأرقام ديت. طبعا النهارده آخر يوم في شهر يناير، بيبقى دايما في تفوتات من شركات السمسرة، ده كان أداؤه باين النهارده في قطاع الأسهم. الملاحظين النهارده كان المؤشر الرئيسي جيك سيرتي النهارده اخترق 13900، في تفاؤل ان احنا نوصل نقطه المقاومه الاولانيه 14050 مع بدايه الاسبوع القادم، ده تفاؤل المستثمرين النهارده.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي جي 30 ارتفاعا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 13918.84 نقطة. وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 76%. نهاية جلسة أول أمس في قوة شرائية كبيرة دخلت السوق، أدى طبعا لأحجام التداول العالية اللي ظهرت في جلسة امبارح وأول امبارح. الشركة دي طبعا هتدي حافز قوي جدا للمستثمرين العرب والأجانب إن هم يبدأوا يرجعوا للسوق المصري تاني. وتوقع بعض الوسطاء أن تستمر موجة الارتفاعات خلال الفترة القادمة للبورصة المصرية. أسماء حسن، النيل. اهلا بحضراتكم مره اخرى، واهلا مره اخرى بخبير اسواق المال الاستاذ سعيد الفقي. استاذ سعيد، النهارده في اخر جلسات الاسبوع سجلت المؤشرات ارتفاعات جماعيه، من بين هذه الاسباب او اسباب هذا الارتفاع حسب المحللين ان هناك شركه اتصالات سعوديه تقدمت بعرض لشراء نصيب شركه فودافون العالميه من فودافون مصر. تفاصيل يا فندم. تمام، هو في بداية الأسبوع كان السوق بيمر في مناطق عرضية ما بين مستويات 13500 و 13700 نقطة، كانت الحركة محدودة جدا وكان في فترة تجميع طويلة. مع نهاية الأسبوع جلسة اليوم وجلسة أمس حصل فيها صعود غالبية الأسهم، وده كان ليه أسباب. تقريبا هناك سببين للصعود. أولا السوق كان بيمر بمناطق تجميع وفترات تجميعية طويلة، وكان دلائل انتهاء الفترة التجميعية ديت ضعف أحجام التداول، وده اللي احنا شفناه في بداية الأسبوع كان 300-400 مليون. السبب الثاني اللي انعكس بالإيجاب على الأداء بشكل عام اللي هو إعلان تقديم عرض الاستحواذ عن حصة فودافون العالمية اللي هي بتمثل نسبة 55% من فودافون المصرية. نعم. في شركة اتصالات مصرية اسمها اس تي سي قدمت عرض الاستحواذ على الحصة العالمية اللي هي بتمثل 55% تقريبا بقيمة 2.4 مليار دولار. نعم. أي ما يقرب من 37.8 مليار جنيه مصري. فودافون فودافون مصر بشكل عام بتمثل قيمة ما يقرب من 68.7 مليار جنيه. هذا الكم أو هذه القيمة من الاستثمار في حد ذاتها شيء إيجابي جدا ودافع للاستثمار بشكل عام. اللي حصل إن ده مجرد تقديم عرض، لسه تنفيذ الصفقة تقريبا يقال في شهر 5 أو شهر 6، ولكن إن مصر يوجد فيها استثمارات بهذه القيمة المليارية، يعني احنا بنتكلم في قيمة 68.7 مليار، إن في استثمارات بهذا الحجم وعليها إقبال للاستحواذ من استثمارات أجنبية من دول أخرى، فده بيدي ثقل للاقتصاد بشكل عام أو دخول استثمارات للبلد بشكل عام. وبالنسبة للشركات الأخرى اللي هي المقيدة في البورصة ده انعكس عليها إيجابي. ليه؟ قيمة هذه الصفقة بهذه الأرقام انعكس على قيمة أداء الشركات على الشاشة، بمعنى أن الشركات قيمتها على الشاشة لا تمثل أي قيمة عادلة، أي قيمة حقيقية، أي قيمة دفترية، فهي تكاد تكون في قرب أدنى مستويات ليها، فبالتالي هي جاذبة جدا للاستثمار وجاذبة جدا للشراء. فهذه القيمة اللي هي ضعيفة لما حصل تقديم هذا العرض، المفروض ان غالبيه الشركات المقيده بالبورصه تنعكس قيمتها اصلا او قيمتها تقترب من هذه القيمه، قصدي اقول ان هناك شركات دي تمثل ثقل وتمثل قيمه ماليه عاليه جدا وقيمه الاسهم السوقيه غير معبره بالمره، فمن هنا حصل التداول اللي باحجام تقترب من 1.8 مليار شفنا 750 والارقام دي اللي احنا ما شفناش بقالنا فترات كبيره جدا لهذا الحدث، فبالتالي حصل الارتفاعات اللي احنا شفناها. كان قلنا السوق بيتحرك في مناطق عرضيه ما بين 13500 و13700، تجاوزنا مستوى مقاومه مهم جدا عند 13800 النهارده، والمستهدف خلال الفتره القادمه ان شاء الله يعني اقرب حاجه نقطه المقاومه التاليه عند بنتكلم 14100. طب خلينا نتكلم على اداء المؤشرات النهارده بصوره اكثر تفصيلا. المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبه 1.13%، ايضا مؤشر المئه ارتفع بنسبه 76%. تمام، احنا اولا المؤشر الرئيسي كان بيرتفع بعدد محدود جدا من الاسهم، وهي الاسهم القياديه اللي احنا اتكلمنا كتير جدا اللي هي بتمثل وزن نسبي عالي جدا، وصعودها وانخفاضها غير معبر عن الأداء العام للسوق.
نعم. الميزة كانت في جلسة اليوم وجلسة أمس أن الصعود تقريبا كان عام، كان صعود شبه جماعي على غالبية الأسهم، الصعود ما كانش مقتصر على الأسهم القضية، بل بالعكس الصعود شمل معظم، بنقول صعود فعلي، صعود واقعي، صعود حقيقي. نعم. معبر، غير السابق كان بيبقى الصعود على التجاري بس، فبالتالي كان بيبقى غير معبر، فده طبعا شيء إيجابي جدا. بالنسبة للمؤشر السبعيني بيمر بمراحل تجميعية في المناطق اللي هو فيه، تجاوز المراحل ديت عند تقريبا 700، عند 538، أعتقد أنه هو مستهدف خلال الفترة القادمة 545. نعم. طب خلينا نتكلم برضو عن أطراف البورصة الثلاثة وسلوكهم النهاردة. النهاردة يعني مصريون وعرب اتجهوا نحو الشراء، لكن الأجانب اتجهوا نحو البيع. تمام. الصفقة داخل مصر. تمام. فالمصريين عندهم، احنا بنتكلم في فترات، بنتكلم ان احنا بنستهدف خلال الفترة القادمة مستويات ابعد من ما احنا عليها الان، لان احنا مرينا في 2019 بعام يكاد يكون الاسوأ على البورصة المصرية، فاحنا منتظرين في 2020 ان هو يكون عام البورصة المصرية من خلال حاجات كتير جدا. اولها بنتكلم على الطروحات الحكومية، بنتكلم عن طرح شركات الجيش، بنتكلم عن المقترح بالنسبة لضريبة الدمغة سواء الغائها او سواء استبدالها بضريبة الارباح الرأسمالية. كل هذه الأشياء في ذهن المستثمر، وعلى أساس أن الفترة القادمة تشهد ارتفاع حقيقي لغالبية الأسهم اللي احنا ما شفناهوش بقالنا فترة. نعم. طب بالنسبة لي أداء القطاعات، يعني المعطيات قطاع البنوك هو المتصدر، لكن النهاردة قطاع العقارات هو اللي كان متصدر القائمة، لماذا؟ بالضبط. قطاع العقارات هو برضو من أنشط القطاعات الموجودة، وفي أسهم كثيرة جدا كانت بتمر بمراحل تجميعية وأسعارها منخفضة جدا، مع صدور، مع انتهاء الفترة التجميعية ومع الإعلان عن نية الشركة السعودية للاستحواذ على 55% من فودافون مصر، طبعا انعكس بالإيجاب وحصل فيه قوة شرائية انعكست إيجابيا على ارتفاع القيمة السوقية للسهم، وده اللي احنا شفناه. نعم. طب بالنسبة لحجم السيولة النهاردة يا أستاذ سعيد، يعني كيف ترى حجم السيولة اليوم وتأثير هذا الحجم على أداء البورصة؟ طبعا ده شيء إيجابي جدا، احنا كنا بنعاني خلال الفترة السابقة أحجام التداول لا تمثل أي شيء، يعني بنتكلم ان احنا كنا بنتكلم في 300 و400 مليون طبعا غير معبرة وغير منتجة بالمرة، فاحنا اقتربنا من المليار، فده شيء إيجابي جدا. أعتقد خلال الفترة القادمة هيرتفع وهنتخطى المليار نتيجة لمجموعة المحفزات ومجموعة الأخبار اللي احنا بصدد إتمامها أو بصدد الإعلان عنها، اللي هتنعكس إيجابيا على السوق بشكل عام. نعم. وبالتالي هتأثر فيه. نعم. يمكن يفقدم يعني اتكلمنا عن الأسباب الرئيسية اللي أدت لارتفاع الأداء النهاردة وبالأمس، لكن يعني منذ فترة أو لفترة ليس بالقصيرة كان الأداء أداء منخفضا وهابطا وليس نشيطا. يعني أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الأداء، كيف يمكن التغلب على هذه الفترة وهذا الركود في السوق المصرية؟ خلال العام السابق البورصة المصرية زي ما احنا قلنا مرت بأسوأ فتراتها، الاقتصاد العام كان بيسير في اتجاه، والاقتصاد الغير مباشر اللي هو الاستثمار الغير مباشر اللي هو البورصة المصرية كانت بتسير في اتجاه آخر. المرآة غير عاكسة بالمرة، بمعنى ان البورصة المفروض هي مرآة الاقتصاد، ولكن المرآة كانت بتعكس اشياء اخرى غير ما يحققها الاقتصاد العام من نتائج. خلينا نسأل لماذا لم تعكس؟ ما انا بشرح، ما انا بقول لحضرتك كان بيشهد لها خبراء الاقتصاد الدوليين بشكل كبير ان مصر لو فضلت على نفس هذا النهج الاقتصادي هتعد من اكبر الدول الاقتصاديا خلال الفترة السابقة. فين الكلام دوت وانعكاسه على اداء السوق؟ الاسهم او الشركات في البورصة المصرية هي اقتصاد الدولة، بمعنى الاسهم اللي مقيدة بالبورصة المصرية بتمثل جزء كبير من اقتصاد الدولة، فبالتالي المفروض تكون معبرة عن ما يحققه الاقتصاد العام من نتائج، وده احنا ما كناش شايفينه، محتاجين اهتمام حكومي، محتاجين رعاية وتوجيه من الرئاسة، كل الكلام دوت. وسيادة الرئيس اشار سابقا ان الشعب من حقه ان هو يمتلك اسهم في شركات الجيش وهي بصدد الاعداد للطرح، فطبعا موضوع الضريبة، ضريبة الدمغة وارتفاعها وانعكاسها على التداول بشكل عام وانخفاضه خلال الفترات، احنا لو حسبنا النتائج المحققة من ضريبة الدمغة للدولة هنلاقي انها محققة نتائج سلبية، بمعنى ان المبلغ اللي تم تحصيله خلال الفترة اللي اقرت فيها انخفاض احجام التداول بالنسب دي ادى الى نتائج سلبية اكثر من النتائج الايجابية اللي اتحققت. نعم.
طب يا فندم خلينا نتكلم عن اعلان البنك المركزي المصري مؤخرا. البنك اعلن ان مصر سددت ديونا الاجماليه قدرها 14.1 مليار دولار خلال 12 شهر. دلاله ده ايه يا استاذ سعيد؟ دلاله ده حضرتك ان احنا بنسير بخطى ثابته بالنسبه للاقتصاد العام. دلاله ذلك ان احنا حققنا اعلى احتياطي نقدي خلال الفتره السابقه، حققنا اعلى معدل نمو خلال الفتره السابقه، حققنا اقل نسبه بطاله. بنتكلم ان احنا وصلنا تقريبا لاعلى مستويات من حيث النتائج خلال السنتين السابقين اللي احنا كنا بنسير في منظومه الاصلاح الاقتصادي، لدرجه ان خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي شهدوا بتجربه الاصلاح الاقتصادي المصري واعتبروه مثال يحتذى به من حيث دقه التنفيذ والوقت اللي تم فيه. فدي نتائج، ولسه بقى انعكاس هذه النتائج خلال الفتره القادمه هيكون اكثر ايجابيه ان شاء الله. يعني ذكر برضو المؤسسات الدوليه اللي بتشيد باصلاحات او باجراءات الاصلاح الاقتصادي المصري. مؤسسة مودز أيضا العالمية للتصنيف الائتماني أكدت أن الاقتصاد المصري بيسير بوتيرة قوية للغاية بفضل هذه الإصلاحات. ما ده اللي احنا بنقوله. احنا بنقول ان احنا يعني كبار خبراء الاقتصاد في العالم بيقولوا لو مصر استمرت على نفس هذا النهج هتعد من أقوى الدول اقتصاديا، وده اللي احنا بنأمله خلال الفترة القادمة ان شاء الله، ونأمل انه ينعكس ذلك على الاستثمار غير مباشر على البورصة. زي ما احنا ذكرنا شركات المقايضة في البورصة هي اقتصاد الدولة. لابد من اهتمام، لابد من رعاية، لابد من يعني منظومة كاملة من خلال التوجيه خلال الفترة القادمة. طب خلينا برضو نتكلم عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. أسعار صرف الدولار بتواصل تراجعها أمام الجنيه. طبعا ده نتيجة للسياسات النقدية اللي بتتبعها الدولة، واحنا بنسير في اتجاه صحيح من حيث ان الانخفاض بيتم تدريجي وبنسب محدودة جدا. بمعنى ان احنا لو رجعنا للسنتين السابقين هنلاقي ان الانخفاض بيتم في مجرد قروش على فترات زمنية. فهذا الانخفاض بيدل على انه انخفاض حقيقي وفعلي، مش انخفاض او جاب حصل في فترة زمنية قصيرة جدا ويرجع يرتدي تاني. لا، لما يكون الانخفاض محدود ويكون في فترات زمنية طويلة، ده بيرجع لقوة لبداية نتائج الإصلاح الاقتصادي والدرجة الصحيحة اللي بيسير عليها منظومة الإصلاح بشكل عام. فدي نتائج بالنسبة له. طب ماذا عن برنامج الطروحات المنتظر؟ يعني هناك عدد من الشركات من المنتظر طرح أسهمها قريبا في البورصة المصرية، ومن ضمن عدد من الشركات البنوك الحية، ومن بينها بنك القاهرة. تمام. والله احنا اتكلمنا عن موضوع الطروحات الحكوميه مرارا وتكرارا، يعني بقالنا ما يقرب من سنتين ونص بنتكلم عن قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه. كان في اوقات كثيره جدا تعد الامثل لتنفيذ هذا البرنامج، ولكن لم يحدث، مع ان هذا البرنامج مدرج ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي. كان في السابق بيقال زي ما حضرتك ذكرتي في مجموعه شركات منها مثلا بنك القاهره، الاختلاف حاليا او الاقاويل الحديثه بتقول ان كان في السابق الاعلان عن طرح 20% من بنك القاهره، ولكن الان ظهر الحديث عن طرح 50% من بنك القاهره. طبعا ده يعد اكبر ثالث بنك حكومي، وطبعا حقق ارباح كبيره جدا خلال الفترات السابقه، وهيحظى باقبال كبير جدا لو تم الاعداد لهذا الطرح بطرق احترافية من خلال اختيار التوقيت المناسب، اختيار سعر عادل، التسويق الجيد لهذا الطرح. هناك ايضا اخبار وحديث عن انشاء بورصة خاصة بالسلع قريبا. تمام. احنا برضو هنتكلم ان كان في السابق ذكر الحديث عن بورصة السلع من خلال انشاء 27 بورصة على 27 محافظة. يتم من خلالها عرض السلع وتحديد سعر عادل يحمي المستهلك ويحدد ثمن هذه السلعة، ولكن محتاجين ان احنا يكون في اعداد جيد ليها من خلال توفير المخازن الجيدة لاستقبال السلع، من خلال طرق العرض، من خلال آليات التنفيذ. طبعا ده كله لو تم بطرق جيدة هينعكس بشكل ايجابي بشكل عام على التجارة الداخلية. طب خليني برضو استاذ سعيد اسالك عن اليه الشورت سيلينج واللي بدا تطبيقها بالفعل منذ نهايه او بدايه شهر ديسمبر الماضي. طبعا اليه الشورت سيلينج هي اليه الشراء، هي البيع قبل الشراء من خلال اقتراض هذه الاسهم من بنك الاقتراض وبيعها على شاشات التداول، ثم اعاده شرائها في وقت محدد وتحقيق مكسب او خساره نتيجه لهذا البيع. طيب الشورت سيلينج هو بيتم عن طريق ثلاث جهات. اولا الجهه الاولى هي الجهه المقرضه، الجهه الثانيه هو الشخص المقرض المستثمر، ثالث حاجه الشركه اللي بيتم فيها عمليه التنفيذ.
هي الفكره في هذه الاليه بتكون فعاله وايجابيه بشكل كبير في سوق نشط، في سوق في سوق فعال، هناك ارتفاعات او جابات كتير، وهناك بيحصل بالنسبه للمستثمر عنده توقع انه يحصل هدوء او هيحصل انخفاضات خلال الفتره القادمه، فبالتالي بيقوم بهذه العمليه عن طريق اقتراض اسهم لا يمتلكها، بيدفع عليها رسوم طبعا، هنا بيستفاد الشخص المقرض من خلال الرسوم اللي بيحصلها من اقراضه لهذه الاسهم لانه مش هيستعملها خلال فترات زمنيه. هناك في استفاده من الشخص اللي هو بيقرر تنفيذ هذه الاليه على رؤيته الشخصيه، واستفاده الثالثه من خلال تنفيذ هذه العمليه لشركات التداول. فبالتالي هو الوقت هو اللي بيساعد على نجاح هذه الاليه. نعم. استاذ سعيد الفقي خبير اسواق المال كنت معنا في هذه الحلقه من مؤشر النيل، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقه اليوم من مؤشر النيل، يوم الاحد باذن الله حلقه جديده وفريق عمل جديد، فإلى اللقاء.